هي أهل تسوى. كل العالم اصحاب الدمار الحية وكل انسان وين هذول كل معنا هؤلاء الأسرة اصلا قاعدين بتعذبوا وقاعدين بطلبوا طلبات بسيطة علشان تلبيها لهم السلطات الاسرائيلية مش مطالبة تالهم فهم بيعانوا من كل حاجة بدهم دكاترة تخش لهم بدهم محامية تدخل لهم بدهم يلتحقوا في الجامعات بدهم يلتحقوا في المدارس بدهم يبنوا شتب ناشد كل العالم يطلبوا سراحهم يا اخي هم اصحاب الحق اصحاب القضية هذول